نوع من الجبن خص يكون ضروري محفوظ فواحد الدرجه ديال الورده زائد 5 او زائد 6 درجات. ها هو كنوجدوه هنا دابا غادي نصحوه باش انه يرجع هكا سي عطيه ديال التاريخ ديال صلاح ديال الايفون دوريجين جهود شي يعني نورمالمون جازيكم بخير اودي الشفره غير كان راه غير كنعصر في لاباري وصافي يكونوا بحال هادشي يكون عنده لادات برونسيون ديالو كلشي ديالو هما كاينين لادات برونسيون ولكن هذا مجهول ما معروفش المصدر ديالو منين يجي شنو العمليه في هذا هذه غتكون لا ديستريكسيون سير بلاص شحال هذا واش انت وخصك انا نحيد الله يحفظك 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 هذا املو مصدر ديال المجهول هكذا هما خمسه القراعي عنده هكا هكا سي مراد راه خويا شنو الاركان شحال املو املو خمسه لتر دابا منتوج عباره عن املو منتوج تقليدي هو اللي كيكون كيحتمل ماده اللوز او كاوكاو اضافه الى زيت اركان ولكن هنا ما كنشوف في القنينه ما كتحملش واحد اللاصقه اللي كتبين التاريخ ديال الانتاج وتاريخ نهايه الصلاحيه والمكونات ديالو لهذا كنعتبروه مجهول مصدر اللي كيخلينا اننا بالتالي نديروا الاتلاف ديالو العمليه استاذ دابا هي الاتلاف جبنا واحد الصندوق دفع المكان ديال الحضور ديالو هو ثاني كرو وشري حاجه اللي تكون التاريخ طويل عندها راه هذاك امر راه يلاه مصاوب يلاه مصاوب